السلام عليكم جمهورنا العزيز، مع رزاق برنامج جديد نستضيف به لاعبين ونجوم المنتخب العراقي. اليوم أول حلقة ضيفها نجم كبير الكابتن حبيب جعفر. أهلا وسهلا بك كابتن حبيب رزاق، شكرا على الاستضافة وأتمنى لك الموفقية في هذا البرنامج إن شاء الله، وتحياتي لك ولجميع مشاهدينا مشاهدي قناة الرابعة إن شاء الله. كابتن حبيب، خلينا نشوف أول صورة. هاي الصورة أو هذا منتخب الرديف اللي راح البطولة الخليج، هاي كانت لك أول دعوة؟ لا، هاي يمكن دعوة الخليج اللي صارت بال86، بس أنا قبلها كنت ويا المنتخب يعني، بس مو لاعب رسمي يعني، كنت أتدرب مع المنتخب قبل تصفيات كأس العالم اللي صعدنا كأس العالم. بس بعدها صارت كأس العالم، يعني اللاعبين اللي راحوا كأس العالم ما شاركوا بالخليج. نعم، فهاي الدعوة صارت يعني تقريبا الدعوة الثانية. انتم هنا اضافوا لكم كم لاعب للمنتخب اللي راح للكأس العالم؟ هنا اجوا وياكم اربع لاعبين، كريم، اي هنا تقريبا باسم قاسم. لا، باسم قاسم اصلا مو بالمنتخب، هو ما كان موجود، ما كان بالمنتخب. اجى كريم صدام، نعم، واجى اعتقد ناظم شاكر. لا، هذول مو بالمنتخب يعني، ذولا ما مسحوا بالمنتخب الوطني اول، ما كانت لهم دعوه، ما كانت لهم. نعم، اي الدعوه بعدين من اجى افرستو بعد كاس الخليج، من اجى استلم المنتخب اجى دعا ناظم، يعني رادوا يخلون خبره وشباب. دعا ناظم، هي بس اشتركنا بالخليج اللي هي ب86، اشتركنا بالفريق الثاني. هو هذا زين، شنو شعورك وانت هاي تقريبا اول بطوله خليجي لك واول دعوه؟ خلينا نقول يعني هي طبعا مثل ما تعرف اني يعني متمرن ويا المنتخب، اعرف يعني اي، بس البطولات هي كانت هاي اول بطوله صعبه بالنسبه لنا، يعني بالنسبه لي اول شيء عمر صغير يعني، كنت يعني قد تقريبا كان عمرك؟ اكثرنا لاعبين صغار. ايش قد عمرك تقريبا كان؟ يعني ب86 يعني تقريبا 20، يمكن 20 مبينين يعني، لو 20 19 سنة، هيك 20 19 سنة. ممتاز. اشتركنا هذا الفريق الثاني اللي هو اللي اشتركنا به بكأس الخليج. هذول اللاعبين اللي موجودين ولا واحد منتخب وطني عدا كريم صدام كان موجود، اللي هو اشترك بالتصفيات النهائية اللي صعد فريقنا الأول. شنو ذكرياتك في هذا الملعب؟ وين كان؟ تذكره؟ هاي بالبحرين، كأس الخليج بالبحرين اللي صارت. هاي احنا ما حصلنا على البطوله. نعم، صراحه يعني هو كان فريق الظل، خلينا نقول الفريق الثاني، فحتى مشاركتكم كانت يعني هي حتى تحصلون وجوه جديده للمنتخب. اكيد، لا هو طبعا اللاعبين كلهم لاعبين جيدين، لاعبين، بس احنا المشكله شنو؟ وين المشكله؟ احنا ما كان انسجام بالفريق. ليش؟ لانه احنا لاعبين صغار، اكثر لاعبين صغار، ونص الفريق الباقي لاعبين كبار، يعني يعتبرون لاعبين كبار. الفتره بسيطه كانت، يعني مو فتره اعداد اربع، اي راسا دخلتوا واستدعاء ودخول على البطوله. اي كان زاماريو البرازيلي هو. نعم، هو المدرب، بس حتى المدرب ما كان فاض شخصيته على الفريق، يعني ما كان يعني الفريق بمشاكل. اي بمشاكل، يعني هنا انا احكي لك بالبحرين ناظم تعارك ويا سعد قيس، يعني صارت بوكسات. اي اني مثلا ويا مدرب، يعني هيك صارت. انت لذلك انت بعدك استوك جاي وتتعارك؟ احنا من اللي جيناكم ما نقدر نحكي حكايه انت ويا ناظم شاكر ويا اسماعيل ومنو باسم قاسم راسه تتعارك؟ حبيبي انت مشكله. اي انا لا مشكله والله. زين، راح اذكرك هذا الملعب الوطني بالبحرين. اي هذا اول مباراه لك واخر مباراه لك من المنتخب الوطني الثاني. هو هذا الملعب اللي تتذكر من طبقه اوف سايد بنص الملعب. هاي وين رطوبة؟ اي كانت رطوبة. اي رطوبة. اي كل احنا متفاجئين حبيب، وراك خمس لاعبين طبقوا اوفسايد. هاي من الرطوبة من التعب. انت لا تنسى ترى هذه بهاي اللي تحكي عليها انت ايش قد عمرك؟ 36 سنة.
اي لا يعني نهايه مشوارك تقريبا. العب وين؟ العب على الجانب، ماكو لاعب 36 سنه يلعب للجانب وثلاثة خمسة اثنين فعلا ذكر؟ فعلا ثلاثة خمسة اثنين كان صعبة 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 لازم يعني. تروح وترجع تروح صعبة وترجع صعبة. فأني من ما رحت سريع وبعد شي رجعك، فمن رجعت ضاوع وما أقول أقول الصادق يقول فحط هسه هاي الصورة شو تذكرك؟ ثاني واحد يم ناظم منو؟ شو اسمه؟ لا تقول لي شو اسمه، منو؟ بيتهم بالحلة. اي عافية. ذكرني باسمه. حسام. حسام. حسام نعمة. حسام نعمة، حسام تحياتنا له. أكيد أكيد هسه أنتوا يعني هذا الجيل ممكن أنه العلاقات طيبة والأخوة وهاي، يعني ممكن أنه التواصل كان ضعيف حالياً أو متواجد. يعني هي حتى بهاي الفترة، هاي الفترة يعني فترة شو اسمه أيضاً ما كانت يعني. علاقاتكم كانت محدودة ما شايفينها. يعني مثلا تدري انت مثلا باسم اكبر من عندنا، ناظم اكبر من عندنا، حسام شو اسمه كريم هاشم رويد هاشم ذول رحيم كلهم اكبر من عندنا، اعمارنا اللي احنا متقاربه كان مظفر واني سعد قيس ليث هذول الاسماء احنا سلام هاشم هذول احنا كنا منتخب شباب وسوى ذكريات حلوه. ايه فمن اجوا ويانا بصراحه ما سجل انا وين مباراتين تعادلتوا. ايه تعادلنا وبعدين خسرنا الامارات يا البحرين وحده وحده. خلينا نشوف هذا الفيديو ده. شوفوا بهاي المنتخب العراقي الوطني. هسه انت وين؟ سمير عبد الرضا مظفر جبار باسم قاسم عبد الجليل حسام هشام موفق حسين كريم عبد الرحيم حبيب جعفر ماكو حتى قاعديك على المدرج؟ لا هاي اكو وحده كنت محروم، هاي كنت محروم بها. لا انت موجود مشارك بس خطا بال بال واكو لعبه كنت محروم جزء. هي هاي مباراه، هاي مباراه قطر، مباراه قطر انت سجلتها. مباراه قطر انا سجلتها. اي انت هنا ما حاطك اصلا. هاي صوت المخرج، هاي المخرج سمير مظفر باسم شوف هاي حسام بس شوف ليث حسين هنا غلطة، يعني ليث ما كان موجود انا مكان ليث. اي صحيح صحيح. خلينا نشوف الهدف اللي اول هدف دولي على قطر. اي تقريبا يعني اول هدف. حبيب حبيب ما شاء الله. شوف انت وين حبيب؟ انا العب. شوف شوف راح تكمل. هذا 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 من هذا اللاعب؟ هذا اعتقد رحيم. رحيم شوف حميد. الله شوف 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 لا كم لاعب بالجزاء حبيب لاعبين احكي لنا على اي كم واحد صرت بالجزاء بلاعب تقريبا خلينا نقول باربع ثواني واحد اي شوف نين. السرعه شوف السرعه ايه 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 شوف, شوف 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 يعني وحتى يعني بصراحه الرحيم يعني بدايه ايه ايه هو يمين بدت اذا تتذكرها بدات من المبدا اي من عندك بعدين زدت وبعدين ليث كملت وليث كمل من الجهه الثانيه شوف 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 هاي هاي بعد ايه كان خلينا نقول حمامه ايه يعني صغير ايه بس حتى حتى رحيم بس حتى رحيم شو سريع ما شاء الله ها كنت تتوقع رحيم ايه ثقيل بس هداف رحيم بالكره سريع بس بدون كره مو شوف سريع. خمس لاعبين منطقه الجزاء اي هاشم رويض وليث هاي هاي يعني الشيء الحلو هنا انتم ثلاثه يعني انت وحبيب وليث يعني كانت انطلاقتكم انت وسعد و احنا شوف هي قبلها احنا اشتركنا بطوله اسيا اعتقد بال نيوزيلندا ما عاد اتذكر فرق هاي الاسيويه ف انا ما كنت موجود وياهم ما انسحبت لان كانت مشاكل كنت هي بهاي اللي اسمها دخلت بها ايه معسكر ضبط هاي نفس البطوله؟ اي وراها خلينا نروح هنا شوف هنا أنا انت يعني واحد يبدل الثاني هنا أنا شوف هسه انت هاي المباراة الثانية انت راح تبدل ليث ومساع بدله سعد قيس ايوه كريم هادي زين منو الافضل انت بوجهة نظرك حبيب عفوا ليث لو سعد لا هم شوف هم كل واحد عنده ميزة وكل واحد يلعب بمركز ومنو الاقرب لك؟ الاقرب سعد اكيد
انه انا سعد سعد علاقتي به من الشباب منتخب الشباب واستمرت لحد تدري لعبنا بالرشيد ولعبنا بالمنتخب سوى. فتره طويله حتى ليث لعب وياكم ليث ويانا بس انا ويا دائما بغرفه واحده انت وسعد انا وسعد بغرفه واحده يعني ليث ويا واحد يسرى واحد يمنى اتذكر شفت واحد يغير للثاني هسه منو الاحسن بالمستوى وعوف لسه صداقه قلت انه اقرب الي سعد من الامكانيه امكانيات يعني بالكره القدم مو قلت لك هو كل واحد عنده ميزه يعني ميزه ليث تختلف بعض الشيء عن 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 سعد فاعتقد هم اثنين هم لاعبين جيد لازم يكون دبلوماسي لا لا مو هذا من حقك لا انا مو دبلوماسي الاثنين هم عاصروك فتره اثنين طويله اثنين هم واحد احسن من الثاني بصراحه دي شوف هنا انا حبيب شوف هسه من يسويها هسه بهذا الوقت يلعب ويزيد ويراوغ والكروس طبعا احنا الحمد لله حبيبه ثاني جزء لعبت وياك وقدرت انه انت تكون كابتن علينا يعني استفادينا منكم هواي والله احنا ايضا استفادينا من اللاعبين اللي لعبنا قبلكم من قبلنا لذلك انا لازم ننقلها للاعب اللي راح يجي ويانا فهي هاي سلسله بصراحه واحنا تعودنا انه تعلمنا من اللاعبين الاكبر عندنا اكو لاعب تشوفه حاليا يعني قريب او يقدر يوصل خلينا نقول نص من حبيب جعفر شوف هم يعني جو هواية لاعبين بصراحة أنا يعني دائما كنت أتمنى كان بوقت أجا سامر وبعد أجا شو اسمه حسين علي فكنت أتمنى أنه يكونون يعني قريبين. يكونوا قريبين بصراحة يعني تدري أنت شلون تحس اللاعب يكون يعني استمرارية لازم صح لو لا فعلا فهم ما استمروا مشكلة طويلة. ما استمروا يعني أنا مثلا من استمرت تقريبا بال 17 سنه بالمنتخب اي ما حد يسوي قدرت مو بس هاي حتى عطاء يعني مستمر يعني وعالي وانا بالمنتخب يعني حتى اذا انصاب اقعد 8 اشهر اقعد سنه ارجع العب اساسي ما شاء الله اي والله يعني طب فهذا يعني ما يجي من فراغ زين انت شلونك الحكام؟ لا انا الحكام شغلتهم تعبانه نشوف هاي الفيديو ما شاء الله عليك يعني منضبط شوف هاي ويا من هاي ويا عمان راح يشوت ولام خميس ولا سالم زين شوف شوف حكم المباراة برجع شوف الدفاع العراقي للبعد القانوني الحرص لو انت هيك من الله هاي لا هو طبعا حرص احنا تدري شوف ولام خميس وسالم جمعان نززت الحكم بس هو يعني هو دائما يعني المنتخب يختلف لاعب العراق يعني اي طبعا يعني من تلعب للمنتخب مو مثل ما تلعب للنادي بصراحه هو انت وين انعرفت خاصه السابق طبعا المنتخب سابق اللاعب وين ينعرف بس بالمنتخب بس بالمنتخب يعني قد اكو لاعبين جيدين ما حد يعرفهم ولاعبين بالانديه يعني يخبلون والله احسن يعني انا من مرات اقول هذا بالنادي ليش ما يلعبوا يعني هسه انت تحكي احنا فتحنا عيوننا عليكم كان بس تلفزيون واحد وبس انتم تطلعون رياضيين لاعبين مباريات منقوله يعني هو هذا الجيل لكن هسه لو نفس يمكن نفس الوضع وانتم كجيل وجايين على هذا خلينا نقول السوشيال ميديا كان اختلفت الامور طبعا لا يعني لو جايين احنا بهاي الفتره الان هذا المدرب زيماريو زيماريو شلون كان زيماريو البرازيلي وكان طريقه لعبه اسلوبه وياكم انتم كشباب المساعد مالته كان نصرة ناصر الله يرحمه جليل بصراحه هو امكانيته جيده بس شخصيته مو قويه لذلك ما كان فارض نفسه على الفريق هو احنا الاجانب كابتن حبيب يعني كلهم هيك يهتمون بالجانب التكتيكي وبالملعب ما لهم شغله يعني برا اوكي اليوم احنا ما عندنا احتراف هم يعاملوك كلاعب محترف نعم صح لو لا صحيح. احنا ما عندنا احتراف احنا نتعلم من عندهم نتعلم من الناس اللي المحترفه اللي تجي المفروض يوجهونا يعلمونا يعني يقسي علينا مو حتى نتعلم فعلا كان المدربين قاسين يعني حتى خصوصا المحليين يقسون علينا ليش يقسون علينا يدرون بينا احنا مو محترفين
ومو ما مهتمين، بينما هذول شيء يفكر. انا اتذكر مره كان مدرب عندي كنت بالريان، كان مدرب يعني يعاملك معامله محترفه، يعني محترف يعني ما له علاقه انت تتمرن زين او ما تتمرن فعلا ويمرنك، بس انت تبقى يمك. انا كنت ما يلعب مثلا، صابيت ورجعت فقمت ما اتمرن، فهو ما له علاقه. فجيت انا قلت له ليش ما تلعب؟ قال لي انا ما اشوفك ترجع تتمرن صحيح. ما يهمه، هو انت شوفك بالملعب. ليش ما تحكي؟ قال انا ما احكيك، انت صرت زين طبيعي المفروض ترجع لمستواك، امرنك حالك من حال اللعب. فعلا اوكي. احنا ما عندنا احترافيه. كابتن حبيب، تعرف هذا المطرب؟ اي عبد الله رويش. كان نجم الخليج. اي. وهاي الاغنيه بوقتها كانت هي الضاربه. وانت كنت نجم، هاي جت بنفس السنه اللي انت كنت بي نجم الخليج الاول في 1988 في بطوله اللي كانت في السعوديه. نعم. شنو ذكرياتك عليها؟ يعني انت تعرف وعلى هاي الاغنيه خصوصا، يعني كنتم متفاعلين بالاغاني؟ احنا هو طبعا انت مثل ما قلت، هذا هو عبد الله رويشد وعبد الكريم عبد القادر. نعم. اكثر اثنين يعني معروفين ومعروفين خاصه عندنا احنا كعراقيين بصراحه. فهاي الاغنيه يعني تعتبر من الاغاني، حتى هاي سجلت بالعراق وكانت ولحد يعني الان نسمعها. اي يعني فعلا هاي الاغنيه فعلا يعني اغاني خالده يعني تقريبا. عبد الله رويشد واحد من المطربين الخليجيين اللي بصراحه كل العراقيين يحبوه ويسمعون اغانيه، كل اغانيه حلوه، وخاصه هاي كانت الاغنيه دائما ما نسمعها، يعني نسمعها بالبيت، نسمعها مثلا بالسياره وانت هم 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 غنيت يعني انت بكاس الخليج؟ لا صدق بكاس. انا غنيت بالرضوان يا غني. لا لا هي راح تجيك عليها البطوله. يعني انت قد ما تكون يعني وضعك ممتاز تصير بعض الامور. لا تصير طبعا، ماكو شيء. خل نروح لاول لعبه. هاي اللي تتذكر الهدف ايضا علي حسين، علي حسين الله يرحمه. تتذكر هاي المباراه شنو كانت وشنو الاحداث اللي صارت بيها بعدها؟ اي يعني هاي المباراه حدث مهم يمكن صار، حدث بعد المباراه بعد ما تعادلتوا، واحداثها كانت خيبه امل يعني. اول مباراه اي هاي المباراه صراحه يعني كان اضعف فريق هو بالبطوله. نعم. فريق العمان كنتوا معولين تاخذون 3 نقاط. اي نقطتين كان هنا مو نقطتين. صح. إيه. صح. احنا دخلنا لهاي المباراه احنا فايزين ضامنين. شوف يعني كره القدم ما بيها صغير وكبير. نزلنا تفاجئنا فريق العمان. نعم. يعني ضغطونا وما اعرف شنو، بس اذا تقول لي ضيعنا ايش قد فرص؟ اي اقول لك يمكن احنا بهاي الفتره صدق 20 فرصه ضيعنا. العراق كلش رد من المدرسه هاي. اي أيوة والله بهاي المباريات مال السعوديه خصوصا 88 اتذكرها. اي بس هاي المباراه الاولى بصراحه يعني تعادلنا بها واحد كل احنا بهاي المباراه، يعني عانينا يلا جبنا التعادل بصراحه. اكو حدث صار بعد المباراه؟ بعد المباراه اي صارت، انا اقول لك من رجعنا للفندق تجمعوا الفريق وخلوا كاسيت هذا شو اسمه تليفون ابو الكاسيت. واتصل رئيس الاتحاد انه قام ينكل بلاعب لاعب حكي على بالسرعه لاعب لاعب، ما خلى واحد ما حكي عليه زين. واخر شيء يعني قال اذا ما يعني اذا المباريات الجايه اذا ما تغلبون لا تجون للعراق. زين هذا شنو دافع؟ هو ما اعرف، هو يعني بصراحه مرات تجي يعني تجي عدله خلينا نقول صح، مرات تجي عدله ومرات لا. يعني هو الفريق خوش فريق يعني لاعبين فعلا من احسن اللاعبين كان مسيطر مسيطرين ومرات شوف هسه يعني راح نشوفك الفريق العراقي حتى من يدخل شوف الاجسام خلينا نقول الهيبه اللاعبين كلها شوف عدنان الفيصل هم هذول. لا شوف مثلا منتخب الشباب ناطق هاشم الله يرحمه، حسن كمال، احمد انا دا ادور بالاخير. اي انت بالاخير لانه قصير. هسه ايش فيك هسه كريستيانو وهذول العالميين انت قبلهم سويت يعني قبلهم.
ينزلون آخر شيء. آخر شيء. النجوم. وفعلا أنت النجم. الله يسلمك. يعني هاي المباراة. هنا كابتن حبيب شوف كلام المعلق بوقتها كان مايد البدر الله يرحمه كان كله يركز على المناورات الخاطئة وينطي بنفس اللحظة مثلا أنه اللي يخطأ يقول هذا ليش خطأت هيتشي اي هاي طبعا هاي شغلة بعد ما ترجعون كانت بعد ما نرجع اي مترجعون مثلا للعراق والسبعون التعليق هم يصير عندكم رد فعل من طبعا لا مرات اللي هو اهلك يخابروك بالتليفون يقول لك يابا شو انت بس انت يحكي عليك يحكي على فلان ما يحكي على فلان يخطا اكثر ما هو ما يحكي عليه ليش انا مره انا عاتبته والله الله يرحمه انا عاتبت قلت له استاذ انت ليش تحكي علينا يعني كانت واقعة براس الصغار الشباب طبعا هي بمن توقع هو بمن يحكي ما يحكي على حسين ما يحكي على عدنان ما يحكي على ناطق ما يحكي علينا من احنا اللاعبين الصغار ما يقدر علينا يعني انا عندي معلومه انه اللاعبين حتى الكبار اذا تعاركوا ويا المدرب بذاك الوقت يجون عليكم اي لا لا صحيح اي والله ينكلون بيكم وهذا وبعدين هم المدربين حتى المحليين صحيح يعني هاي مشكله احنا كنا نعاني من عندها بصراحه ف هاي يعني هاي انتهت 1-0 هاي تعادل هاي فزنا 1-1 هاي احمد راضي احمد راضي ضربه زاويه انا لعبتها اي وكملها احمد المباراة فزنا بها المباراة المباراة الثانية شوية ونسولف على أبو هي النجم اللي أنت ويا كان نقول ثنائي رهيب يعني إيه أحمد الله رحمه شوف هاي راح نشوف هسه بعد المباراة هنا تتغنون مع محمود أنوار ايه وهنا كرموكم اغاني وطنيه هنا ايه غنينا اغاني وطنيه يعني بعد لا هاي اغنيه مال محمود انور اي وطنيه مو لا مو وطنيه خل طلعوها شو تقول اللاعبين الموجودين حاليا انه نشوفون هاي العلاقات الطيبه بين اللاعبين بالأكل يعني أقول أنا يعني هاي بهاي الفترة خصوصا هذا الجيل شوين فقدت العلاقات فقدت الغيرة يعني بالسابق أكو غيرة عند اللاعب يعني أنت شفت مثلا حرص هي حريص اللاعب حريص يعني على وطنك على بلدك عن يعني أنت على التهديدات والخوف يعني أنتوا إش قد خلينا نقول حصلتوا خلينا نقول عقوبات لكن بنفس الوقت مصرين أنه تكونون والله مرات تجي مصرين انه تاخذون بطولات اي يعني حتى من لا شيء يعني واحد تحت الضغط ويوصل وياخذ بطولات يعني مو شغله سهله لا مو سهله لا بالعكس يعني جوز انتم لحقتوا على الضغوطات لا لحقنا احنا الضغوطات اللي كنا نتحملها يعني ما يتحملها لاعب انا برايي لو هسه هذا الجيل ما يقدرون يسكنوها لا يبطلون يسكنوها 10 امتار ما يلعبون اي والله صدق ايش فيك الحمد لله محظوظين احنا بهذا خلينا نروح لعبه اللي خلينا نقول النجوميه اللي كانت افضل مباراه تقريبا الحبيب جعفر اي هاي حبيب رشيد لا حبيب هنا التفكير هنا جزء الثاني يعني يعني تفكيرك كان يعني خلينا نقول بجزاء من الثانيه قررت انه تنقره اي ماكو حل لان ما بيه تحضير إذا تحضرت ياخذوها من عندك شفت انت اي لا شفت يعني هو دوران وهو وراسا بالجزاء يعني بالجزاء غير هاي مصر ما تصير يا اما تمريره اي مصر لا مصر صعب مصر يعني احنا دائما كان كابتن عمو الله يرحمه يعني كان يوصينا داخل الجزاء باسرع وقت تلعب شوف يا اما حارس كان حارس محمد الله يذكره بالخير كان يا اما تمريره يا اما ما عنده غير هذا الحل ماكو غيره اي ماكو غيره يعني لازم هدف يعني جميل وهذا الهدف هذا نقذنا هذا الهدف أي. زين راح اسالك سؤال هذا سؤال مهم انه بمنتهى الشوط الاول هنا 0-0 اي هاي 0 شنو اللي صار بين الشوطين هذا الشوط الثاني احنا الشوط الاول 0-0 واحنا نشوف نزل علينا نزل مؤيد البدري قال اذا ما تغلبون الاستاذ يقول كلكم ترى بالجبل من الخط الامامي اي والله كلكم نهر جاسم كان هو
زين بشرفك بنار جاهزه. قلنا عاد انا من نزلنا هنا بدعي صار ابداعتكم هنا هو ربك جاي الجول مالي شويه فتح بس حبيب هذا الهدف يعني ما معقول مال احمد راضي يعني وكنا احنا متفاجئين يعني اذا اقول لك شغله انا بحياتي كنت اتمنى اقول هيك جول مع العلم اني يعني خلينا نقول مسجل والله مسجل مثله بس ما يعني خلينا نقول مباريات مو رسميه صح. بس هذا الجول يعني لا شوف شلون وجه يعني ايه هو التوجيه خلينا نقول القفز هاي الثلاثيه ايه التوقيت وهاي بقى شويه بالهواء شوف ايه بصراحه مو اي واحد يسويها بس انت هنا أنا نشوف حبيب على قول شو اسمه الحجي وعمي يقولون زيطه هو مويد البدري هو طلع زيطه لا هم كانوا يقول هذا الزيطه بنجي على هاي الشوط الثاني اي بالاستراحه قلت لك هذا نزلنا احنا ردنا بس ناكل قطر طبعا زين بس حتى وان احنا كنا مو سيئين الشوط الاول بس المشكله ما جاي الطب واحنا بهاي المباراه ده ما نفوز نروح لا كانت مباراه تقريبا المباراه الاولى وانتم كنتوا معولين عليها تعادل ومباراه الكويت وهاي شوف حبيب شوف 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 حبيب بابا هذا الحكم كان اجنبي اي هم اجانب كلهم اجانب شوف هسه هاي شوف انا شو اقول لك على اليمن شوف حبيب هسه يلعب الكره يبقى واقف اي ما يتحرك هسه جاي شوف انا إيه. لعبت الكره ورحت بالفراغ لعبت الكره ما وظليت مستمر نعم احنا بصراحه احكي لك عمو كان معول علينا انا وسعد يعني هواي معول علينا فاذا هاي ضاعت هاي اوف سايد بس إيه. ضاعت ها جول اي اوف سايد هسه وين شعرك حبيب؟ وقع شعرنا وقع شعرنا من الزيان خروا على اجمل مباراه لكم تقريبا هاي هنا ايش حكيت؟ ايش قلت؟ والله ما ادري هنا هو اي حكيت انت كنت اذا خاف تحكي خاف تقول خاف شيء كابتن عدنان هاي المباراه اعتقد ما كان يلعب السعوديه لها طابع خاص بينا بطوله فان شاء الله نسال الله ان نوفق في المباراه هاي ويا السعوديه شوف هاي الاهداف هاي ويا السعوديه السعوديه هاي النهائي تقريبا قبل النهائي قبل الاخيره غانم لاحمد راضي الله يرحمه هدف شوف هذا غانم خطيه راح بها بهاي حتى احمد شوف احمد ايه يعني ممكن كان يروح بها بالعمود هنا باسل كورجيس قد سوى دبل باص وشلون حركه حلوه يا اخي يعني ترى امكانيات والله فد امكانيات لاعبين يعني صدق يعني واحد يشوف ناطق هاشم الله يرحمه ناطق بصراحه ناطق حتى وين كمر بن عمر يعني بكل الله يرحمه كل الملعب يركض اي ما شاء الله زين راح اسالك سؤال انت كنت مخلي قدوتك الله يرحمه ناطق هاشم ومن اجى التسجيل اول واحد بكى ناطق هاشم اكو هيك حادثه اي ناطق لا هي بال هو وياي بالغرفه إيه قلت له انا كنت اقول انت اللي اي خطايا كان وياي بالغرفه اي إيه فاني ناطق قلب مال طفل إيه الله يرحمه فمن خلصنا من الاجتماع وطلعنا فهو حكى علينا هذا وقام يغلط شنو اي طلعنا انا وياسوه شفته ابو احمد قام يبكي انا بعد ما العب انا بطلت قلت له تصدقت يا ابو احمد وانا واسيك لو تواسيني هذا اكبر منك انت شلونك جاي وين صار له لعب عمر زين قال له لا انت هذا ما تعرفه شو يسوي قلت له ما اعرفه غير انا ب 86 طاب عسكر هسه شوف حبيب شوف الشغل اللي كنت تسوونه يعني رغم انه انا اقول هي مع المدربين وامكانياتهم شوف الجمل المركبه الجمل هنا الكره بعد طاير شوف السنتر شوت شوف التمركز هنا امكانيات هاي هنا تتذكر اهم حدث صار بيها هاي المباراه هي السعوديه
السعوديه طبعا هنا الحدث الاكبر الفريق شجعنا الجمهور جمهور صار وياه يعني الشوط الثاني وكانه ما احنا نلعب بالعراق فعلا يعني هاي المباراه زين يعني لا شوف بس ايش قد لعبنا باص اي سويت حيازه بذاك الوقت كان ما حد يعرف حيازه بس هسه جمع ايش قد اي الباص والتمرير نشوف هنا انا منو احمد راضي طاح بالغلط لا الوقع منو اني لا شوف حبيبي عيدها هاي مره هاي ترى جمله تكتيكيه هجوميه ما يعني مستحيل يعني هذا هسه احنا راح نروح الى مباراه التتويج شوف هنا انا الله يرحم الكابتن يا مباوة والله لا تضحكون نضحك على التمرين وينك يجي التمرين كان يسخن قاعدين ركضوا وانتوا قاعدين كان يسخن ليث مو ليث ربو التسخن وبعد منو؟ احمد الله يرحمه احمد ليث كان ما يتدرب الله يرحمه ابد ما يتدرب احمد بس هنا تشوفون على اساس انتم حواسيين بس ها قدام ما بيها ركض ما يعني احنا قاعدين هو يقول ركضوا وانتم قاعدين الله يرحمه قال كنا بلبنان انت ويانا مو قال جيب الطابه واضربوا هيك بالقاع كلات الله يرحمه بس كان يعني هو انا اقول لك هو لياقه اي يعني كان الا خلينا نقول شخصيته وهيبته على الفريق هاي كلها ترى مهمه كانت مهمه اي صحيح احنا كنا ناخذ يعني بصراحه احنا خاصه اللاعبين الصغار كنا كان اكثر شيء هو يعني يعول عليه يصيح علينا ويحكي علينا حتى من اللاعب الصغير بالاخير ما يخلي اي كان ما يقول له صير لي قدام كلهم كانوا احنا مره فتره من فترات كنا بالاولمبي ركضونا ساعه ونص بدون توقف اي ما عندهم هاي خلاص هاي هو سبب الـ 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 انه الكره هاي هذا هدف ليث على البحرين ويا البحرين اي هذا هدف التتويج كنتم بحاجه لها طبعا يعني هاي لازم نفوز لان انت عندك السعوديه بعد عندها مباراه اي كان فرق والبحرين عنده امل هنا خلاص اخذنا البطوله اي هنا من سجلنا بعد انتهى ليث انا اتذكر اي ليث هم نقر انتوا هنا بطولة النقر كنا بالبلاد هي اهل نفسه ايه بس طلعت من عنده وين راحت الليث هنا اهم لحظة لك هنا حصولي على افضل لاعب ايه هنا طبعا بصراحة انا ما اعرف ما تدري لانه لا. بسرعة بظاهر هم بسرعة قالوا وهي وبعدين اكو ثلاثة ينافسون مرشحين ثلاثة انا والهريفي اي الهريفي كان واحد يمكن من البحرين من الامارات تتوقع انه تاخذ حتى بس مع اسماء يعني عدنان طلياني فهد ايه. فهد ناصر خميس يعني انا اقول لك مباراتنا ويا السعوديه هي اللي خلتني وناطق تتوقع تاخذها مباراتنا ويا البحر ويا السعوديه يعني ما قبل الاخير يعني انطوني تقريبا 90% اي لانه انت فعلا كنت نجم البطوله هاي هنا التتويج هذا كأس الخليج انا تخلصت انت من العقوبات من الكتله اي لا احنا كان بس رغم هذا احنا اخذنا البطوله وكان متنق علينا من رحنا ليش؟ ما ادري شو طاك شي خسرنا ما طاكم شي تعادلنا اللعبه الاولى شنو؟ بوقتها طانا يمكن طانا بها 5000 كان المفروض سياره اي كانت بها سياره هي اساس بس تستاهلون يعني الحمد لله انتم صراحه جيل ما يجي يعني ما يجي مثلكم جيل الان يعني لا هو هذا تقريبا انا برايي الشخصي انه هذا الفريق يعني بعد كاس العالم الجيل اللي لعب كاس العالم هذا افضل جيل اجى لعب بالخليج فعلا فعلا يعني بعدها بالتسعين اعتقد لاعبين خلينا نروح لكاس الخليج العاشر مال الكويت اي مال الكويت اول لعب احنا ما لعبناها كنا ضد السعوديه ما لعبنا احنا لعبنا اول أيوة لعبه هاي ويا البحرين هاي ويا البحرين ويا البحرين أيه. انت قولت هذا انا سجلت اول هدف من الاعصاب هاي نص دبل بس حلوه الحركه هاي يعني هنا اللي يساعدك جول صعب اللي يساعدك القصر القامة لو طويل لو تموت ما تقول ليش شلون شوف لانه الكره عاليه
وشوف جسمك ايش قد ساعدك. شوف هي الكره وين راحت، ترى الكره بعيده عن سحبتها. سحبتها بس من صعادتها لو ما جسمك يعني شويه بالارض ما تقدر تلعب. وانا منك وياها اعطيتها مجال. بس لو واحد طويل مثل احمد راضي او اي لاعب منهم ما يقدر يسجلها. شوف ايه وشوف هي الكره اصلا شلون صارت، هي اصلا كره ميته. ايه طالعه برا فعلا ميته. يعني هسه اذا تشوفها طالعه برا الكره، هسه راح ارجحها انا للجزاء. ارجحها هاي تجربتها. ايه ارجحها للجزاء واكمل. اوه ايه باوع وكملت. ايه كملت. سعد قيس شاتها حلو. يعني هذا حمود، هذا حمود سلطان. حمود كلكم قوضتوا عليه. كلهم قوضوا علي حمود سلطان، كلهم قوضوا علي. خلينا نروح اللعبة الثانية. احنا ترى هنا لعبنا بس 3 مباريات. ايه بس حبيبي هنا هاي المباراة، هاي المباراة هاي باو هاي مال الكويت. ايه. يعني هاي المفروض يعني على اساس انا قالوا لي انت بوكته صوتك وهاي مو صوتي لين هو رفع رجله وانا رحت براسي. لا انت مو بس هاي، انت كنت نجم المباراه بس ماكو توفيق. يعني ثلاث فرص، انا ثلاث فرص ضيعت. ثلاث فرص صحيح ضاعن، مع العلم انه هاي مثلا هنا انت كملت. اي كملت يعني لو ما مكمل ممكن تروح للمدافع. ايه صح يطلعها. ايضا اكو مدافع الحارس موجود. ايه بس كان عندك سوء، خلينا نقول سوء توفيق. بس اكو باوع، اكو وحده، اكو وحده نفس الشيء يعني برجلي طلعتها. حبيب شو تسوي المدافعين صدق يعني؟ ها هذا من هذا مدافع طبعا، مدافع شنو هذا وش اسمه وائل. اي وائل، وائل واحد من احسن المدافعين بالكويت. شوف هاي، اي هاي انا اقول لك استعجلت بيها. اي هاي صارت بها رعونه اكثر من اللازم. المفروض انا يعني ما تنشات هيك، ما اسمح لك تحكي على روحك. لا لا ضيعتها وراحت. اي لا لا صحيح هي، بس هي المفروض انا يعني مو هاي لعبتها من جوا انا. اي اي لا كان سوء تقدير. ايه؟ للكره بس هي يعني يعني هي هاي هاي همتين فرصه هاي شوف سبحان الله. هاي طلعها الحارس. اي يعني بس كان المفروض يعني تلعبها بالسقف راسه. مو انا شوف منين جيت، شلون جيت بسرعه. اي بس يعني الحبيب جعفر ومهارته سهله. هاي انت ترى البطوله انا راجع من اصابه، حتى لعبه وديه ملاعب. احنا ايش مدرينا نجي نشوف. ايه يعني نشوف المباراه ما يعرفون يعني مثلا انا راجع حتى من هاي انتهت 1-1 اللعبه. هاي انتهت 1 كل مباراه. و من قوى والله ليث ليث للمدافع. لا اي ليث ضربها والمدافع دخلها. اي كان راحت لحسين سعيد. حسين سعيد محظوظ بالجزاء. اي دائما يسجل فرص. هاي تقريبا كانت نهايه حقبه حسين سعيد مو؟ هاي حسين وعدنان اخر مباراه، اخر مباريات راحوا للاتحاد، صاروا بالاتحاد. نعم تجاوا لل وتغيير صار اكثر اللاعبين بهاي البطوله. نعم وهاي البطوله ترى اكثر اللاعبين. هذا سمير سعيد الحارس. اي سمير سعيد هم الروح الله يرحمه توفى. الامارات والمباراه اللي صارت بها الحادثه الشهيره مال عدنان درجان. مال عدنان ايه. هذا الهدف التعادل مال احمد راضي. هاي مو جزاء. زين حتى لو مو جزاء يعني كنت انت تتوقع انه تنسحبون من البطوله؟ احنا كنا نتوقع باي لحظه. اها والله احنا مشاركتنا اصلا ما كنا نشترك. ما تريد تشاركون؟ مو انسحبوا الكويت؟ ايه العفو السعوديه على مود الشعار وما اعرف شنو مشاكل سياسيه. احنا على اساس ما نشترك. بس عدنان انت تحكي مو انطرد على لا ما انطرد على الجزاء على سحب الحكم. على سحب الحكم هسه يطلعها اشوف الحكم اذا تبقى هسه جزء اذا يشوفها اكيد متندم. طبعا شوف هسه حسين سعيد راح يروح على الحكم يحكي وياه. ايه يحكي وياه ما راح يطلع. ما راح اي الحكم يقول له جرني. اي صحيح على هاي انا علي ثاني اول عدنان لو باقي انا اعتقد كنا اي لا تفوزون لانه كان منتخبنا. شوف وحتى جار منه هاي اصلا مو جزاء مو جزاء بس اكو سحب اكو بس ما تندق.
لان احمد هو ذب نفسه على المدافع. نعم. اي. فاعتقد يعني ما كانت فيها. بس شوف الجزاء منه ما حد راح يضربها. يخافون. كلها تخاف. سعد شنو كان؟ سعد قيس يعني يحب السجن. لا مو يحب السجن بس سعد هو يعني جيد كان بالجزاء. اي هو بالجزاء حلو. هو كان شوف بوقتكم يعني ننتظرك تتراوغ تسوي كروس. ايه؟ ننتظر ليث يكف له لاعب ويشوت. ايه؟ وننتظر سعد قيس يسوي هاي الزحلقه ويجيب الكره ذكره. ايه 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 بس هو يجيبها يموت عليها. اي ايه بس هو شوف شلون جربها. هاي اخر مباراه لكم كاس خليج كجيل. اي هاي اخر مباراه لان هي بعدها صار بعدها ماكو مشاركه. بعدها صار شو اسمه حرب ويا الكويت يعني صار دخول على الكويت. وبعد ما شاركنا احنا اصلا. بعدها انت صرت ممثل العراق في خليجي في قرعه خليجي 25 وتستحق هذا المكانه. الله يسلمك. من اللي قال لك اول واحد انه انت تكون نجم خلينا نقول او ضيف الشرف؟ انا اتصل بي محمد فرحان. قال لي انت راح تكون ممثل العراق. انت ولاعب هذا اللاعب. والله احنا فخورين انه انت تمثلنا صراحه. انت اسم وتاريخ وهذا الشيء من نشوفكم انتم يعني موجودين تمثلوننا فهذا فخر ان لكل اللاعبين. الله يسلمك. بالعكس احنا لنا الفخر ان نكون يعني متواجدين دائما بالخليج او اي مباراه تكون لصالح العراق. زين شنو توجه لجماهيرنا الموجودة بالبصرة وبالعراق؟ شنو دورهم؟ شنو تفاعلهم مع البطولة؟ احنا المفروض يعني نتمنى من جماهيرنا ان يكونون عون للمنتخب اول شيء. هاي ثاني شيء انه احنا لازم ننجح البطولة كجماهير حتى لو ما حصلنا عليه. حتى اذا ما حصلنا عليه هذا المهم. هذا اهم شيء انه احنا ننجح البطولة لانه بغض النظر عن الفوز والخسارة هاي كرة قدم طبعا. بس المهم احنا نكون منظمين البطوله. يجوز ننظم مو بس الخليج، كثير من البطولات ممكن اذا نجحنا بهاي ممكن. اكيد. من تتوقع عندك الفرق من تتوقع يكون بطل هاي يعني احنا مجموعتنا العراق والسعوديه اعتقد اتوقع الواحد واحد ايه او اثنين راح اطلع. اذا اشتركوا السعوديه والكويت وقطر بالفرق الاولى انا اعتقد الفرق الباقيه كلها راح تشترك. خلي هسه انت توقع اعطيني فريق راح تتوقع بالفرديف بالاول بال شو اسمه انا اتوقع يعني تنحصر بين العراق والسعوديه. حلو. انا ابو علي يعني جدا مشكور انه انت تكون اول ضيف لي. شكرا جزيلا. وهاي خلينا نقول اللقاء الحلو نورتنا وشرفتنا وشكرا لك. شكرا لكم وشكرا لكل اللي العاملين على هذا البرنامج بصراحه. واني يعني اول مره اشوفك مقدم. انت صراحة راح تاكل الجو بعد. لا طه برغيف ولا لا طه من يقدر يطلعنا يومين. اتمنى لك الموفقيه ان شاء الله. ولو حبيبي شكرا لك. ترى مو شيء سهل قدام. لا فعلا فعلا بس انت بوجودك يعني ممكن الامور سهلت. شكرا لك. شكرا. تحياتنا للجميع. شكرا لكم جمهورنا متابعي الرابع الرياضي.